هكذا بدا المشهد على الحدود المصرية الفلسطينية مع سير المرحلة الثانية لإزالة مدينة رفح المصرية. عمليات إخلاء وإجلاء للسكان لمسافة 500 متر جديدة، إضافة إلى 500 متر أخليت في المرحلة الأولى. الحدود من الواضح أنها غير مستقرة أمنيا، أصوات طلقات نارية وانفجارات تسمع يوميا من الجانب الفلسطيني، وتحركات أمنية مصرية بآليات ومدرعات عسكرية ثقيلة. اقتربنا من السياج الحدودي مع مصر الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا تقريبا من البحر المتوسط غربا وحتى معبر كرم أبو سالم شرقا، وعندما حاولنا الاقتراب أكثر طلب منا ضابط الأمن المصري المغادرة فورا. المنطقة من الجانب الفلسطيني كانت ممتلئة بعشرات الأنفاق والمئات من العمال، لكنها اليوم شبه فارغة. قابلنا هذا الشاب المصري الذي جاء مؤخرا من رفح المصرية ولم يرغب بالإفصاح عن طريقة قدومه. تحدث لنا عن حال سكان رفح بعد الحملة الأمنية للجيش هناك. واجا الضابط قال من الحين بدنا نهد 500. قالوا ماشي، قالوا يدوكوا مصاري وين. قال له ماشي وراح على قال يلا خلص شيل عزالك وشلناها. ورحنا عند عمنا زي كده، قعدنا كم يوم وبعدين تجرنا دار حولها مدرسة طلاب وسوق وهان وسكن عام. في ناس بيجوا يشيلوا حديد مطرح الدور تبعوته والدبش وهان عشان يظبط لما يبني، لقيوا له حاجة موفرة يعني. استفسرنا منه أيضا عن الوضع الأمني في سيناء. والله ما بنعرف ننام كمان، ضربوا وتفجيروا وهذا ضرب هذا وكمين هنا، ومش صعب، الوضع صعب جوا خالص. بعد المغرب ممنوع هنا في سيناء، ممنوع يعني من شيخ زويد وروح كده ممنوع حد يطلع بعد ما المغرب. بعد الساعة 9 على الأول ممنوع حد. من منطقة مرتفعة على الحدود يظهر مدى تلاصق رفح المصرية مع الفلسطينية. التلاصق هنا تلاصقا جغرافيا وتاريخيا، لكن ثمة مشكلة واجهناها مع سكان رفح الفلسطينية بالحديث حول أوضاع أقاربهم لدواع أمنية وخشية من ملاحقتهم أثناء سفرهم عبر معبر رفح. توجهنا للحاج جابر أحد وجهاء المنطقة وحدثنا عن صعوبة تواصل العائلة مع جزئها الآخر في مصر عقب الحملة الأمنية. أصبح الاتصال مع أهلنا وأبناء عمتنا يعني أصبحت صعبة جدا. كانوا جميعهم متمركزين في مناطق معينة، مثلا في مدينة رفح في مربعات معينة. الآن منهم من أصبح في العريش، منهم من ذهب إلى القاهرة، منهم من ذهب إلى المحلة. سألنا الحاج جابر عن طبيعة ما جرى، خاصة قضية التعويضات التي تحدثت عنها السلطات المصرية للعائلات المهجرة. المشكلة أنه واحد يعني له بيت ساكن فيه وجنب البيت له أرض كمان 15 دولم 20 دولم أرض، أصبح الآن ليس له مأوى إلا البيت، يعني تحاسب على البيت اللي هو بيسكن فيه، والآن باقي الأرض تبعته طبعا تركها وخرج منها أصبح بلا أرض. الحملة الأمنية في سيناء والتي اشتدت مع اشتداد الهجمات على الجيش المصري من قبل تنظيمات إسلامية مسلحة أثرت سلبا على عمل معبر رفح. كان يفترض أن تكون رفح المصرية ورفح الفلسطينية يعني تكون هي زي مدينة حرة، الأمور السياسية لا دخل لنا بها، نحن نتكلم كناحية إنسانية. وين في العريش ولا وين؟ كيف الوضع؟ كيف ما شاء الله ممكن الوضع طيب اليوم كويسة؟ ايش بالنسبة للدواء اللي طلبناه من الدواء يا راجل؟ شحيحة هي المعلومات التي يمكن أن تعرف حول أوضاع السكان خلف هذا الجدار من الجانب المصري، لكن أصواتا ترتفع على جانبي هذا الشريط الحدودي تطالب بعودة الهدوء والاستقرار للمنطقة، ما يضمن مصلحة للفلسطينيين والمصريين على حد سواء. باسل خلفة، تلفزيون العربي، من الحدود الفلسطينية المصرية.